السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. سؤالي أو جوابي يا حبيبي، أنا قلت لك اشتغل كم مرة؟ قلت لك كم مرة اشتغل يا ابني؟ اشتغل، كنتوا تلاتة بقيتوا اتنين. يا ابني اشتغل، كنت اتنين وضاع واحد. يا ابني اشتغل، والواحد اللي باقي كأنه ميت. انا معرفش ايه السبب اللي انتوا عملتوا في نفسكم كده. يا حبيبي ابدأ يا حبيبي، هو العمر فيه قد ايه علشان كل واحد اكلمه يقول لي حاضر انا هبطل السجاير بس شوية، بس اما اظبط نفسي شوية، بس لما. يا حبيبي ابدأ يا حبيبي، اتنيل على عينك وابدأ، ابدأ في اي حاجة انت عايزها. الله يا جماعة، العمر قصير جدا. ده انا طول عمري والله ما افتكر في يوم واحد، الحمد لله واعوذ بالله من كلمة، انا في يوم واحد ان انا قعدت لعبت او قعدت في مكان فاضي العب مثلا لعبة معينة او حاجة. والله العظيم انا على طول بحاول وبسعى وبعمل، وطبعا انا اكيد اخطأت في حاجات كتيرة، بس يا حبيبي الوقت قصير، العمر قصير، العمر في لحظة، العمر مفهوش. عايز تتعلم لغة، ابدأ يا حبيبي. عايز تبقى بيزنس مان، ابدأ يا حبيبي. هتبدأ امتى؟ كل شوية تقول لي حاضر لما هبطل السجاير، مش دلوقتي، حاضر اما اجي مش عارف ايه وقتها ابطل. امتى هيجي وقتها؟ انت لا هتتنيل على عينك ولا هيجي وقتها، ولا يا ابني الظروف كل حاجة بتقول لي الظروف. طب انا عايز نفسي ابقى اسافر يا حبيبي، ما تسعى وسافر. نفسي ابقى اتعلم حاجة، ما تتعلمها يا حبيبي. يا حبيبي الظروف عمرها ما هتبقى كويسة. من امتى انا يعني انا طول عمر حياتي كده، طول العمر ده كله مثلا، وانا ما لقيتش بره الظروف اتحسنت، بل دائما الظروف في الدول العربية من اسوأ لاسوأ. دي حاجة معروفة، الظروف في الدول العربية من اسوأ لاسوأ. انت مستني ايه؟ ما دي حاجة تضايق. انت مستني ايه يا حبيبي؟ انت كل ما اكلم حد يقول لي مش وقته. انت مستني ايه؟ الظروف عمرها ما هتتحسن، عمر ما هيجي لك الهام من عند ربنا وبعدين تبدا. البدايه دي قرار جواك انت. ابدا يا حبيبي، ابدا يا حبيبي. يا حبيبي ده انتوا كنتوا ثلاثه بقيتوا اتنين، كنتوا اتنين وبقيتوا واحد، والواحد كمان ميت على وش الارض. يا حبيبي ابدا يا حبيبي. انا نفسي افهم. انا يعني انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان انا شايف شباب كتير ادمن مخدرات، شباب كتير يأس من الحياه. يا حبيبي بتيأس ليه؟ هو انت بدأت واحنا قلنا لا؟ اي بدايه بتبقى صعبه. عايز تبقى فورمه في كمال الاجسام، ابدا يا حبيبي. مفيش حاجه اسمها اما اوفر مش عارف اما اجيب شورت وفانيلا وكاب اروح العب كمال اجسام. ابدا باي حاجه. ده انا لسه بادئ اليوتيوب بتاعي من حوالي شهرين اهوت، بادئ بموبايل وبسجل على قدي. يعني مش لازم ابدا اصرف لي 15 20 الف جنيه علشان ابدا. يا جماعه الوضع مش كده. يا حبيبي ابدا يا حبيبي. الدنيا تؤخذ، الدنيا غلابه، تؤخذ الدنيا غلابه. ابدا عشان تبقى في فرق بينك وبين الناس العاديه. ما هو الفرق بين الراجل الناجح او الناشط او اللي اتعلم لغه او اللي اتعلم كمال اجسام او اللي اتعلم او اللي نضج بسرعه، او الفرق بينه وبين الاخرين ايه؟ انهم كلهم في مستوى واحد ومحيط واحد. هو نجح وارادته نجحت رغم الظروف اللي هو فيها، وهم لسه زي ما هم بينعوا الظروف. ما تنعيش الظروف. الظروف والله لو قعدت 100 سنه ما هي متصلحه. الظروف لو قعدت 100 سنه ما هي الصلاه. عايز تعمل دايت احمل، عايز تلعب كمال اجسام العب، عايز تتعلم الرسم يلا، عايز تتعلم فوتوشوب يلا. ابدا يا حبيبي ابدا، حتى لو بسيط، حتى لو القران بتاعنا مش عارف تقرا، اقرا صفحه واحده. ابدا يا حبيبي، البدايه هتحطك على الطريق الصح، البدايه هتخليك تتعصر يمين وشمال لحد ما تمشي بخطوات اسرع. فهمت يا حبيبي؟
صباحكم فل، معلش اتنفست عليكم، لان كل ما اتكلم حد بطل سجاير يقول له حاضر اما الظروف تسمع. ظروف ايه؟ ظروف عمرها ما هتسمع. طب تعالى معايا نلعبوا كمال اجسام. طب حاضر بس اما اخف علبتين السجاير اللي انا شاريهم. يا حبيبي الظروف عمرها ما هتسمع، الظروف عمرها ما هتجيلك صح، الظروف عمرها ما هتوديك، هتفضل متنيل على عينك على طول كده. الناس بتفضل مستنيه الظروف لحد ما يدمنوا مخدرات. ما ينفعكي، اعكس على طول. الشيطان بيقول لك ما تصحاش الصبح، اصحى الصبح. ما تجريش الصبح 2 3 4 كيلو، اطلع اجري 2 3 4 كيلو. ما تلعبش، روح العب كمال اجسام ولا العب رياضه. فاهمني؟ صباحكم فل. انا حبيت بس اقول لكم الكلمتين دول، ومعلش على نفست ليكم، لان انا والله قلبي وجعني عليكم، لان بصراحه بلاقي شباب كتير زي الورد، زي الورد واحسن من مليون واحد زيي، وبيضربوا مخدرات. صباحكم فل يا حبيبي.